فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز المسح على الشراب المخرق؟ لا، الذي يبدو من الرجل شيء من خلاله أو فيه شقوق لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، لأنه إذا ظهر شيء من الرجل وجب غسله، وإنما تمسح الرجل، يمسح الحائل إذا غطى الرجل، فإذا ظهر منها شيء فالذي ظهر يجب غسله. نعم.